وصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى بيروت عائدا من نيويورك، في وقت غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مقر الأمم المتحدة هناك ليترأس بدوره جلسات مجلس الأمن. لكن الأهم اللقاءات الجانبية التي رافقت وترافق الزيارتين. فهل لبنان المقسوم في مواقفه الداخلية بشأن سلاح المقاومة والمحكمة الدولية وغيرها من المواضيع بدا محرجا أمام أسئلة المجتمع الدولي في كواليس اللقاءات؟ وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي رافق الرئيس سليمان إلى نيويورك تحدث للإم تي في عن تفاصيل الزيارة، مؤكدا أن لبنان كان حاضرا إلى طاولة مجلس الأمن لا كمادة على هذه الطاولة. لماذا نشعر بإحراج؟ أولا، هل قام المجتمع الدولي بواجباته تجاه لبنان لكي يطالب لبنان بأكثر من ذلك؟ ثانيا، هل نستطيع أن نجمل الصورة وأن نلغي أن هناك انقسامات في لبنان حول كل هذا القضايا؟ رغم ذلك تم تأكيد الالتزام بالقرار 1701، تم تأكيد لبنان الالتزام بأفضل درجات التنسيق والتعاون مع القوات الدولية. كل هذا الأمر اطمئنان من هذا التعهد؟ أعتقد أن الكلام اللبناني الذي عبر عنه رئيس الجمهورية خلق مساحة من الاطمئنان لدى المجتمع الدولي، بمعنى التزام لبنان بالاتفاقات الدولية، وهذا الاطمئنان ضروري لأن لبنان طبعا لا يأمل الكثير من المجتمع الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب الوفد اللبناني تنفيذ القرار 1559 لجهة تطبيق بند نزع السلاح، إلا أن الرئيس سليمان سارع إلى الرد بمطالبة إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 أولا. فكيف يقرأ أبو فعور كلام بان؟ الأمين العام للأمم المتحدة أجاب على سؤاله بنفسه وأدان نفسه بنفسه. كيف؟ تحدث عن 1559 وفي نفس الوقت قال أننا لم نحقق أي تقدم مع إسرائيل في مسألة تفصيلية وهي قرية الغجر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأمم المتحدة تطالب لبنان بتطبيق قرار لبنان لا يوافق عليه، بمعنى أن هناك اتفاق لبناني عام بأن أو شبه عام سلاح حزب الله مسألة داخلية لبنانية ولا ينطبق عليه القرار 1559. الوضع في سوريا طرح أيضا في المباحثات الجانبية في نيويورك. هناك احتقان دولي كبير، هناك موقف كبير ضد سوريا وضد ما يحصل في سوريا، ولكن لبنان ليس في موقع المدان. ولكن لبنان محسوبة على وإن كان على سوريا، ولكن ماذا تفعل هذه القوة؟ وهل هذه القوة تساهم أو تشارك فيما يحصل في سوريا؟ لا علاقة لها على الإطلاق. موقف لبنان كان واضح، التأكيد على الالتزام بالحريات، بالديمقراطية، بالتحول الديمقراطي في كل الدول العربية، وأن يتم هذا الأمر بالحوار. هذا ويميز أبو فعور العائد من اجتماعات مجلس الأمن بين العدالة الإنسانية مؤيدة للقضية الفلسطينية والعدالة الدولية التي تتحكم بها مصالح الدول الكبرى الرافضة لفكرة قيام دولة فلسطينية.